إخلاء خالد بعد قليل ستعطى انطلاقة السباق. ها؟ ثلاثة ثلاثة كيلو. الانطلاقة ستكون رمزية. أعيد أعيد انطلاقة رمزية ديبار فيكتيف. إذا للعلم فالسيد باشا مدينة ستات هو الذي سيعطي انطلاقة السباق ونحيي عبره جميع السيدات. معكم الاخ عباسي غادي يكون كوميسير دو بعد غادي يعطيكم الانطلاقه او تعطى انطلاقه وشكرا. الحاج بون غادي نعطيو الديبار اريتي غادي توقفوا تعطوا الانطلاقه استاذ عبد الله. اتونسيو ديبار اخلع الحاله بغا نخليكم 10 قناة تي في مباشرة من مدينة سطات. كانت هذه مراحل انطلاقة الطواف جهة الدار البيضاء سطات للدراجات بمشاركة فرق من مجموع المغرب، واللي كانت واحد التعبئة يعني من طرف العناصر ديال الأمن التابعة لولاية أمن سطات، العناصر ديال الوقاية المدنية اللي حاولوا يعني بتأمين هاد الأطوار ديال انطلاق هاد الطواف الوطني لسباق الدراجات طواف جهة البيضاء سطات. مجددا متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر اللي كانت هذه أطوار يعني انطلاقة هذا السباق الوطني لطواف جهة الدار البيضاء سطات. كنحييكم من خلال هذا البث المباشر وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع.